لاين 165 ألف دينار جزائري بالنسبة لتكلفة القواعد إنجاز القواعد الخرسانية 1,415,267 دينار جزائري. أما بالنسبة لتكلفة إنجاز الشبكة الخارجية 7,435,834 دينار جزائري. بالنسبة للقواعد الخرسانية بي سي دي 2021 دو ريزون اكسيري بي سي دي 2020 كان انا سي الوالي استاذ تاع الخزانات لونغور تاع الريزو يعني لي فاي ان بو ايبارتي القرعه سي الوالي هذه البيمون تاعها 47 مليون سمع في الليل تقول الحاجه تاعك ما تهدرش معايا عندي غاز صحيح عادي راه سي درس البلدية تفاوض ان شاء الله تفاوض معي تفاوض معي تخش معي ندير صفر القوى العمومية ما يحرمناش مواطن احنا نعمة من نعمة السيد الوالي بالله ما عندوش ولي شو ما خلوش نعطوا اخر فرصة نعطوا اخر فرصة دخلنا هنايا وجوج كراس قلت لك كاين زوج شعب فئه اولى وشعب فئه ثانيه على ريجون هذه على لا ريجون هذه هضرنا عليها نديروا برنامج نعم هذه هضرنا عليها بغي انا الحي تاعكم تاعي صحيح صحيح السلام عليكم فيها خمسه كانت زوجه خمسه هو راه السيد المستلم الحاج خلصنا كحيتي امس كحيتك كحور نفطر واش كحيت؟ برودوي عمرو لا غير شحال خلصت؟ مليون و 360 الوحدة ما كحيتش عطست انا اللي كحيت لا كحيت كبيرة عندكم كاين الوالد بالبركه عليك بالبركه على المواطنين تاعنا كل حاجه تهون على جالك شكرا سي الوالي ما دولة عمرها لا نعم نشكر سي الوالي ونشكر السلطه السلطات المحليه الحمد لله نشكر الدولة الجزائرية واه الدولة الجزائرية كاع احنا خدامين في فمنا الله يدوم الله يدوم ما شاء الله بالبركه عليكم تبارك يا مسلم حاسب عندك شهر عام انت هو المقاول انا
صاحبك ما عندش علاقه به كاع. صاحب ما كانش مشكله في الدريس هكذا سيد وليد ماشي وليدي كيهضر معاك. ريزيني معاه ديال لا كوميسيون ولا شاف هذوك هكا راه كنبلوكي الصوت راه غادي تبيع لك الجهه الاخرى. كل يوم طالع عمرك 15 عام اللي برا. انا ولد سعيده
صحي طلق وين تسكن؟ ها؟ وين سعيدة وراني صحي طلق والدين السكن في سعيدة تايا وين جيت أنا رباح ريزيدونس جيت لي كارونجر ولا غالب ما عنديش من الرسم 16 عام اللي برا ولا 16 عام في بوالي قاسم بالله وسكر عليا ما عرفت ودير لي لونكت شوف بعينك ولا ما عندي حاجة ولا دي حاجة لا غالب صحي طلق والدين جيت للوالي شوف اللي قبل عايش بنت يا مرات كتسمع لك تعال نعم 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 وتحسن المزاق الكامل لازمنا حقنا عدو اجتماعات لأنه ما تزمش الدنيا وغلية وفي الآخر ما تزمش بيها عاودنا جينا قبل لما فتح فوتة تحسن الغاز وجدت الميدو فوتة عاود قدمنا شكاية عندكم قدمنا شكاية عند الوالد قدمنا شكاية عند صنع الغاز هذا قارة واحدة مجيت عندك مش عارب يبروني سنة ما تكون أصلاً ما شيبه فوق اسمح لي متك روح روكوني روح فرصي شوانتي وني بلوك بيكي ما قانتران تعلادين حلي سنبير بيكي خلصي يستمع قاس ما تبناش لا قانت 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 ما l'ancienne réglementation. Malheureusement. Ni point d'alimentation, ni point de logis. Néanmoins, je m'arrête à l'étude de Bat, ils ont fait le schéma Tahom. On s'est basé à le schéma Ligaro A ou bien financement. On donnait des propositions. Donc les propositions rentrent d'accord dans le cadre du FCC. ولا ما عطاوش نفس السيستم واش البريوريتي في الدراسه ما قام لي البريوريتي في الدراسه كون جيني زي بريوريتي جيتي بارمي لي البريوريتي ماني حاسس الوقت خلاص يخدموا حل واش المغرب من لا لا خدموا راه جاز سيبو سيبو سيما سيبو كيما يقولوا الاعجاز البغلي مخلط نصيبو ورا لا مازال ماشي على 100 شحال عندك لوجمون 104 104 نعم شحال راكم كمل رانا خادمين 40 لوجمون ايه والاخرين راهم طالعين من هذا طالعين تحت اش ما يخدمش بار بار ايلو يكمل انا راه عندك راه عندك سيبر هنا تروفيل عندنا تروفيل يخدم بار ايلو ها كاري مليح شو راه يخدم بار ايلو كمل هاد ليلو هذا 1 2 3 رانا جايبين لا دابوس تاعي جايبين لا فان جايبين 40 شهور تعطينا لي بارتي في جوي ان شاء الله جوي يقدر وي جوي يقدر وي ها يقدر تعطينا لي بارتي جوي ان شاء الله وكيما هاد ليلو 40 شهور لا سينسمون ما نقولش انا داير لا سينسمون لا سينسمون الحين فيها سينسمون نورمال احنا نشوف لي ميزات الاخر لكم 260 طلع على بعضها
اسم راح ندير فتنه هنا صح صح على قلت لك انا ندير مشاركه بس بعد نايف انا تدري هادي نبلعوا عليه عندنا هذيك الكروس هذي يكتب لها هذه هنا وتخلي لهم برجر غير من النار باش كيحل تلقى ما تبداش صات عندي الصالون كبير اللي هو لونغاري لا دو دو فن عنده طاقه وعنده طاقه عنده طاقه من جهه اخرى نحي كادر ديرو نيفادا اي هذه مالك ما نيفادا مش من نديرو صالون نديرو نيفادا نحي الطاقه نديرو كادر ديرو نيفادا هو نضرو باسكو تعرف احنا على البروبليم هنا تيران روشو انا هو في ديالو هو في ديالو 2021 مارشي ابروفي 2021 لودياس احنا لودياس درنا فيه درنا في جونفي 2021 لودياس وحنا حنا اللي عملنا في سبتمبر 2020 من بعد جات كانت انوي مي كان وين دينا دخل ولا راهو الابس مش شريت دمي سان بعد شيء والله يضفنا المطعم لا البروغرام جديد ان شاء الله احنا مازال حنا خدمنا ايكور انا سالو دوزون ايكور تاع سيدي معمر باش شتي انا دوزون انا نسالو والله مازال ما خلصونا انا خدمتو مع الدياب مع ديوبي مازال ما خلصوناش صلاح افنو دينا افنو والله مازال لا دوزون والله مازال الناس تقرا دوز سنين وحنا مازال شوف انا علام سميش ان شاء الله عديت سميش ما تاش سينا تحط خاص حتى ان شاء الله ها غير انا سيري كل ليسون ها كل ليسون انا قلت لك هاد سميسوني في هذا الشيء صوت تاعو هذا كنا هنا هنا ارواح دراما واجدين وكاش واش انتم جديده لا والله ماشي الوالد نمشي نقول احنا زاد الحديد زاد هنا هذا الدرا يطلع وياه والله انا والله انا خالص انا نقول لهم انا بالمواف 5 مليون دو دينار انا مليار ونص ان شاء الله بالمواف في هذا في هذا الطريق خمسه بشهر واحد يزيد والله ان شاء الله اسمح لنا بالحق ونقسم واللي خايم الحمد لله راك جيت على غفله وراك لقيت صوالح ها هو شوف لوبروفيزون والله كاين ها الشونطي كل شيء ها الشونطي شوف الشيخ مشي تاع النهار والليله قال بالهم راك جاي والله قال ها شوف الشيخ انا جيت الحمد لله ها الشيخ راه جاي عندنا انا شي جاف يقول لك زيد الله بارك الله بارك الله فيك الصوت ان شاء الله انا جيت ان شاء الله اروح للديفير لكن لي زيكونسي رجلنا بالعرام اروح نعاونوك شي شعوف اللي خدام شي شعوف راك تشوف اروح شعوف السلام عليكم شايفك البالون تيفريت في القنطره في القنطره في تيفريت كنت تحكي لي على الكويره تاع الدجاج والكويره تاع الدجاج حنا بنخرجوا غدم فيرسينا دراهمنا وكرينا لانكار ولونسيرج خلصت علينا 50 مليون خلصتها هي باه نخدموا حنا في ذاك لانكار بياطيره قالوا لك ناقص بونك ما بغاتش الفلاحه قال لك ناقص كل واحد يقولوا هضره والدوله مخلصه دراهمها وحنا تورطنا دراهمي 33 مليون درتها في الكونت تاع الدوله وقعدت نشوف وانا راني باغي نخدم المشكل عاونونا يسهلونا يفوتوا لنا المشروع تاعنا ويخرجوا لنا يخرجونا شكون يفوتكم ان شاء الله لابونك لابونك تفوتنا المشروع تاعنا والبياطيره يعطونا سيرتيفيكا والله يديروا لنا حل راني جايب مشروع تاع الازولا الازولا هذه تعاون الموال راها في الدول كيما مصر كيما في شحال من بلد متطوره راها دايره مؤسسه سبيسيال احنا راها كاينه في الجزائر وكاينه بغينا نديفلوبو لألقي خطابات أن أعاون الدولة
مهمة لي هو الإنصات في انشغالاتكم، تسجيلها والإجابة عنها. غير أنني أنتهز هذه السانحة، هذا العمر من أخلاق أهل هذه المدينة الطيبة، أنا هنا لأنصت إلى شغالاتكم. فقال سيد الوداع، نبدأ بأول المتدخلين الممثل عن الجيش الوطني الشعبي تاع قائد الجيش. رئيس مجلس الشعب الولائي، النائب البرلماني الأخت بيدا، رئيس الدائرة، رئيس مجلس الشعب البلدي، رؤساء الجمعيات، السادة الحضور، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي، نحن منظمة الوطنية متقاعدي الجيش، نرحب بكم ونشكركم على هذه الزيارة المشرفة. حقيقة يمكن أن نقول أننا اليوم في الجزائر الجديدة. سيدي الوالي، عندي ثلاث تدخلات، تدخل بالنسبة لمتقاعدي جيش بلدية سيدي عمر، وجمعية الكاراتيه دو الأمل بلدية سيدي عمر، وانشغالات خاصة بساكنة بلدية سيدي عمر. إن تسمح لي سيدي الوالي. سيدي الوالي، بلدية سيدي عمر، نحن متقاعدي الجيش استفدنا من قطعة تقرب في محضر رقم 73 في قرار لجنة ولائية المنطقة من طرف والي ولاية سعيدة. التجسيد لم يتم منذ 17، والملف السيد والي راه موجود، المدراء التنفيذية ماضية. سيد والي، رانا نعانوا من الحفر والتهميش والتعسف الإلهي، والملف سيد والي راه واضح، كل النقاط راه موجود. أما بالنسبة لرياضة الكاراتيه دو لبلدية سيدي عمر بن تصاها أنا يا سيدي الرئيس، منذ سنتين لم أتقاضى الإعانة المالية، عندي عامي سيد والي بدينا نشكر. ولاديات الولاية، ولاديات بلا حد صحيح، الله يرحمه، لقد سجلت انشغالاتكم بكل أمانة. مثلما سوف أحمل الملفات التي وشحتموني بثقلها، ولكن وبالنظر لحجم التراكمات والوضع الخاص الذي تعيشه هذه البلدية، كنا على مدار اليوم قمنا بعض القرارات، ولكن يبدو أنها غير كافية لتشريح الوضع بموضوعية واتخاذ ما يلزم من القرارات. سوف تسمح لا محالة بتحقيق ولو جزء يسير من التنمية، وعلى هذا الأساس ولكي لا أطيل عليكم، فلقد اتخذت قرار بعقد مجلس تنفيذ للولاية مخصص لبلدية ولد خان في ولد خان. سوف يتم عقد، وأنا من هذه المنصة أدعو أعضاء المجلس التنفيذي لتحضير الملفات، كل الملفات بدون استثناء الخاصة ببلدية ولاد خالد يوم الثلاثاء 17 جوفي. شكرا لكم وعلى محبتنا الداخلية.